حبايبي سامعني؟ حبايبي صباح الخير، صباح النور. ايه عاملين ايه؟ تمام، الحمد لله. بص، احنا برضو زي ما احنا هنبقى على الشات، اي حد عايز اي حاجة على الشات. حبايبي، today we will take new lesson. كده سامعيني؟ اكتبوا في الشات يا جماعه، سامعيني ولا لا؟ ممكن نتفاعل على الشات؟ تمام، اوكي، ثانك يو. Today we will take lesson repeated multiplication. تعالوا بقى نشوف what's the meaning of repeated multiplication. حضروا الكالكوليتر معايا. طيب، what's the meaning of repeated multiplication؟ كده شايفين الشاشة صح كده؟ شايفين الشاشة يا بنات؟ معلش عشان الكمبيوتر بيهنج بس. اوكي. طيب، بصوا يا شباب، today we will take repeated multiplication. What's the meaning of repeated multiplication؟ الباور. طبعا احنا عندنا زرار الباور هتلاقوه في الكالكوليتر اللي هو في مربع صغير كده واكس. طب what's the meaning of اصل repeated multiplication؟ بالعربي الضرب المتكرر. يعني ايه الضرب المتكرر؟ يعني ان انا بكرر النمبر كذا مره بالمالتيبلاي. طب تعالوا نشوف ازاي. تعالوا نشوف كده اول سؤال وهنفهم من السؤال ذات نفسه. بصوا معايا، نمبر 1 بيقول لي ايه؟ بيقول لي نيجاتيف 5 باور 2. طب في معلومه لازم نعرفها من ضمن الاسئله، ان لما يكون عندي الباور اللي هو فوق ده يا حبايبي، لما يكون ايفن النيجاتيف بتتشال. لما يكون ايفن النيجاتيف بتتشال. طب احنا عشان نسهل على نفسنا فاحنا بنعمل ايه؟ بنيوز كالكوليتر. طب لما نيجي نعملها هنا نيجاتيف 5 اول باور 2 زي ما هي مكتوبه بنعملها على الكالكوليتر، فهتطلع 25. تطلع ايه؟ 25. بصوا اهو، تطلع كام؟ 25. طب ال 25 دي element ولا set؟ element، يبقى تاخد ايه؟ belong. تمام كده، تمام. طب يلا نشوف number 2، negative 3 all to power 5. تعالوا نشوف لما نعمل negative 3 power 5 تطلع بكام على الكالكوليتر. برضو احنا بين ايه؟ في علامة انا مش عارفة هي، عشان مش قدام الكالكوليتر، هتلاقوا فيها كده اكس وفوقها مربع تقريبا. تاني علامة، تاني سطر، هنلاقيها بنيجاتيف 243. طيب طلعت بنيجاتيف 243. النيجاتيف 243 موجودة في الناتشرال؟ لا، الناتشرال فيها بوزيتيف بس، فتاخد not belong. تاخد ايه؟ not belong. تمام. طيب من ضمن المعلومات المهمة جدا ان اي نمبر باور 0 give me 1، اي حاجة باور 0 تديني ايه؟ 1. طب يبقى نيجاتيف 11 باور 0 الحل بتاعه يطلع ايه؟ 1. طب ال 1 موجود في الناتشرال؟ اه موجود، يبقى ياخد ايه؟ belong، لانه ايه؟ element. طيب تعالوا نشوف نمبر دي مهمة جدا، بيقول لي ايه؟ the additive inverse of negative 8 to power 0. يلا قولوا لي اي حاجة باور 0 give me ايه؟ يلا نكتب في الشات، اي حاجة باور 0 تديني ايه؟ زي ما انا لسه قايلة، اي حاجة باور 0 تديني ايه؟ 1. فبعمل negative 8 باور 0 يديني 1. طيب ايه ال additive inverse بتاع 1 بقى؟ انا كده حليتها يا حبايبي، انا كده حليتها، انا عايز اعرف الباور. خلاص انا حليت الباور طلعت ب 1، يبقى الاديتيف انفرس بتاعها ايه؟ نيجاتيف 1. احنا عارفين ان الاديتيف انفرس معناه عكس العلامه، معناه ايه؟ عكس العلامه، فيطلع الحل نيجاتيف 1. تمام، اكسلنت. يلا اللي بعدها، ذا اديتيف انفرس اوف نيجاتيف 1 باور 3.
بصوا احنا قلنا ان لما يكون الباور حبيبي، معنى الباور اللي بيقولي مش فاهم الباور، الباور ده ان انا بدل ما اقول مثلا هنا مثلا مكتوب نيجاتيف 1 باور 3، بدل ما اقول نيجاتيف 1 ملتبلاي نيجاتيف 1 ملتبلاي نيجاتيف 1، في حاجه اسمها باور عندكم في تاني سطر كده هتلاقوا في الكالكوليتر علامه اكس وفيها فوقيها سكوير، دي معناها الباور. بدل ما اقول مثلا نيجاتيف 1 باور 25، ده معناه ان انا بعمل ايه؟ نيجاتيف 1 ملتبلاي نيجاتيف 1 لمده 25 مره، يعني بضرب النيجاتيف 1 25 مره، فده ملوش لازمه. فاحنا بنستخدم الباور، يبقى الباور ده اسمه ايه؟ ريبيتد ملتبليكيشن. بدل ما انا اعمل للسيم نمبر ملتبلاي اعمل له ايه؟ باور. طب تعالوا نشوف نمبر اي، بيقول لي الاديتيف انفرس اوف نيجاتيف 1 باور 3، انا لازم احلها الاول، فالحل بتاعها هيطلع نيجاتيف 1. ليه؟ لان انا قلت ايه؟ لو الباور عندك ايفن يشيل النيجاتيف، طب لو الباور عندك اود لا مش هيشيل النيجاتيف، فالحل الاول هيطلع نيجاتيف 1. سو الاديتيف انفرس بتاع نيجاتيف 1 هيبقى ايه؟ هيبقى 1. تمام؟ ركزوا معايا. طب تعالوا نشوف الرول هنا بتقول لي ايه؟ بصوا بقى. اسمعوا كويس معايا. الرول هنا بيقول لي لو انا عندي نفس ال 3 وهنا 3، نفس البيز يا حبايبي، مش ال 3 هنا بيز وفوقيه باور 2 وفوقيها باور 3. مش فاهم ايه يا احمد ذهاني؟ بقول لك انت هتحل الاول النيجاتيف 1 باور 3. لما تكتبها على الكالكوليتر يطلع الحل بتاعها نيجاتيف 1. الاديتيف انفرس الاوبوزيت بتاع نيجاتيف 1 ايه؟ 1. بس هي دي كل القصه. طب تعالوا نشوف بقى الايه السؤال ده. لو انا عندي ذا سيم بيز، انا عندي هنا 3 وهنا 3 وما بينهم ملتبلاي وما بينهم ايه؟ ملتبلاي، بنعمل للباور بلس، بنعمل للباور ايه؟ بلس. يبقى تاني لو انا عندي تو بيز زي بعض، يعني تو نمبرز زي بعض وفوقيهم باور وما بينهم ملتبلاي، بعمل بلس للباور، بعمل بلس للايه؟ للباور. فتعالوا نشوف كده اهي، هنعمل مين بلس مين؟ نعمل 2 بلس 3 اللي هي فوق، يطلع الحل ايه؟ 3 باور 5. يبقى الباور هيطلع ايه؟ باور 5. تمام؟ يلا بقى نشوف النوع الثاني. بيقول لي ايه؟ لو مديني 2 باور 3 ديفايد 2 باور 2، مش انا عندي نفس ال 2 يا حبايبي؟ طب اللي بيقول انا مش فاهم اسمع عشان تفهم. لو انا عندي برضو هنا 2 وهنا 2، بس انا عندي هنا 2 باور 3 وهنا 2 باور 2، طب اللي ما بينهم ايه؟ اللي ما بينهم ديفايد. احنا قلنا فوق لو انا عندي نفس النمبر باور بس ما بينهم ملتبلاي، بعمل للباور ايه؟ بعمل للباور بلس. طب لو انا عندي نفس النمبرز بالديفايد، بعمل للباور ايه؟ بعمل للباور ماينس. يبقى لو باي بعمل للباور بلس، لو الباي بعمل للباور ايه؟ بلس. انما لو ديفايد بعمل للباور ايه؟ ماينس. يبقى انا هروح عاملاها تطلع ايه؟ 3 ماينس 2 ب 1، فيطلع الحل 2 باور 1. اي حاجه في باور 1 يعني معناها اتضربت لوحدها 2، يبقى الحل يطلع ايه؟ 2. خلاص هي 2 باور 1 فمش هيطلع لها حل، هي تبقى 2. فيها مشكله؟ يلا مين اللي يقول لي؟ هنا برضو بيقول لي ايه؟ بيقول لي ما بينهم ديفايد، ما بينهم ايه؟ ديفايد. يبقى اعمل للباور ايه؟ مين يرد عليا؟ ما دام ديفايد وعندي البيز هو 3 و 3، اعمل للباور ايه؟ مين يرد؟ يلا في الشات، اعمل الباور ماينس. اكسلنت، فمعناها ان انا هعمل 7 ماينس 7 يطلع بزيرو. اي حاجه باور زيرو بتديني ايه يا حبايبي؟ اي حاجه باور زيرو ما هي هتطلع كده 3 باور زيرو. اي حاجه باور زيرو جيف مي ايه؟ اكسلنت، جيف مي 1، جيف مي 1 اكسلنت، لان اي حاجه باور زيرو بتديني ايه؟ بتديني 1. شطار، اكسلنت. طب تعالوا هنا، مين هنا البيز بالنسبه لي؟ التو، صح كده؟ مش انا عندي البيس 2؟ طيب عندي هنا 6 باور 6 وعندي باور 2 وعندي باور 7، اول اتنين ما بينهم ايه؟ اول اتنين ما بينهم ملتبلاي، يبقى اعمل للباور ايه الاول؟ اعمل للباور بلس، فهتبقى ايه بقى؟ ثانيه واحده كده خليكم معايا امسح دي. بصوا معايا، يبقى هعمل ال 6 بلس ال 2 ماينس ال 7. اعمل الاول 6 بلس 2 ماينس 7. ليه عملت كده؟ عشان اول اتنين ما بينهم ملتبلاي وبعد كده في ديفايد، فهعمل للباور ال 2 باور الاولانيين بلس وارجع اعمل ماينس ايه؟ اللي تحت عشان ده ديفايد. 6 بلس 2 كام؟ 8 ماينس 7 يطلع باور ايه؟ باور 1. يبقى 2 باور 1 بتديني ايه؟ 2. 2 باور 1 تديني ايه يا حبايبي في الاخر؟ تديني 2. يبقى انا الاول عملت ايه؟
الاول عملت ايه؟ انا عندي دلوقتي 3 2 واحده باور 6 واحده باور 2 واحده باور 7. اول اثنين ما بينهم ملتبلاي فعملت لهم بلس طلعوا 8. ماينس 7 يديني 1. اي حاجه تو باور 1 تدي تو باور 1 تبقى نفسها. تمام اكسلنت. يلا نشوف اللي بعدها. يلا هنا 2 يا حبايبي معلش هنا 2 لا هنا مش 2. بصوا معايا هنا معلش دي 2 ركزوا معايا بقى. يلا هنا ما بينهم ايه يا شباب؟ ما بينهم ديفايد صح كده؟ يبقى هنعمل ايه؟ 5 ماينس 5. اي حاجه ماينس نفسها يديني ايه؟ 0. طب اي حاجه باور 0 تديني ايه في الاخر؟ اي حاجه باور 0 هيديني ايه؟ تديني 1. اكسلنت شطار. يبقى الحل هيطلع ايه؟ 1. اكسلنت اهو. تمام شطار. طب نركز في اللي جايه دي بقى يا شباب. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ما بينهم بلس. لا ما ينفعش كده. انا عندي هنا الرولز بتقول لي لو ما بينهم ملتبلاي او ما بينهم ديفايد. طب اللي ما بينهم بلس اعمل ايه؟ احل كل واحده لوحدها. احل كل واحده ايه؟ لوحدها. طب ازاي احل دي الاول؟ 3 باور 0 بكام؟ ب 1 بلس 3. نيجاتيف 3 باور 0 برضو ب 1. يبقى 1 بلس 1 كام؟ 2. يبقى حليت الاولانيه لوحدها بلس الثانيه لوحدها يطلع في الاخر الحل ايه؟ 2. اهو 1 بلس 1 يبقى 2. موضوع سهل جدا من اسهل الدروس اللي ممكن تبقى في حياتك. حلو جدا الريبيتد ملتبليكيشن ما فيهوش حاجه. نفس الكلام هنا. هنا ما بينهم ايه؟ ماينس. لا ما بينهم ملتبلاي ولا ما بينهم ديفايد. يبقى حل دي الاول لوحدها. يلا نحل. نيجاتيف 1 باور 3 تطلع ايه؟ نيجاتيف 1. تطلع ايه؟ نيجاتيف 1. طيب ماينس 1. نيجاتيف 1 ماينس 1 تديني ايه؟ طبعا يوز كالكوليتر هتطلع نيجاتيف 2. تطلع نيجاتيف ايه؟ 2 اهي. حليت الاولانيه بالباور لوحدها وعملتها ماينس 1 طلعت نيجاتيف ايه؟ 2. تمام. انا مدخله كل الناس يا جماعه مفيش جاي لي تاني. ما عنديش حد ما دخلش. استنى ما اشوف كده تاني اهو ادمت بدخل الناس او دخلتهم. يلا نشوف نمبر ام يا شباب. يلا نشوف نمبر ام بتقول لي ايه. 2 باور 2 اهي 2 باور 2 ما بينهم ايه؟ ما بينهم بلس. هل دي ملتبلاي او ديفايد؟ لا مش ملتبلاي او ديفايد. يبقى نحل كل واحده لوحدها. يبقى احل الاول دي 2 باور 2 بكام؟ ب 4 على الكالكوليتر. بلس 2 تديني ايه؟ 6. تديني ايه؟ 6. يبقى الحل هيطلع ان انا عملت 2 باور 2 لوحدها ب 4 بلس 2 جيف مي 6. يلا نشوف اللي بعدها. نفس الكلام ما بينهم ماينس. هل ما بينهم ملتبلاي او ديفايد؟ لا. يبقى حل كل واحده الاول لوحدها. 3 باور 3 بكام؟ اما اكتبها على الكالكوليتر تطلع 27. ماينس 3 باور 2 لا 3 باي 3. ما هي 3 باور 2 معناها ان ايه؟ ريبيتد ملتبليكيشن مرتين. ان 3 اتعمل لها مرتين ملتبلاي هتطلع 9. 27 ماينس 9 بكام؟ ب 18. اهو 27 ماينس 9 ب 18. تمام. يا ميس معنى كلمه ايه؟ باور. حبيبتي الباور ده اللي هو الرقم الصغير اللي واقف فوق النمبر ده. ده يا ماما اسمه باور. باور مش بورال. ايه بولر اللي انت كاتباها دي؟ اسمها باور. اللي في النمبر الصغير اللي واقف جنب فوق البيز اللي هو نمبر كبير. يلا نشوف اللي بعدها.
هل هنا ما بينهم ملتبلاي او ديفايد؟ لا مش ما بينهم ملتبلاي او ديفايد، يبقى اعمل ايه؟ طاقه؟ لا يا حبيبي، طاقه دي في الساينس، ده مش اسمه باور. الباور مش الطاقه اللي انت عارفها، الباور ده في الماس يعني ريبيتد ملتبليكيشن. ان انت بدل ما تقول 3 باي 3 باي 3، يعني انا بدل ما اقول كده 3 باي 3 باي 3 باي 3، لا انا اقول انها ايكوال 3 وفوق احط انها اتكررت كام مره؟ 4 تايمز، بقت 3 باور 4. هو ده معنى الباور يا حبايبي. الطاقه دي يا حبايبي في الساينس، مالكوش دعوه بابراهيم. هيا ابراهيم تعالوا نشوف اللي بعدها. هنا ما بينهم بلس او ماينس؟ لا مش ما بينهم بلس او ماينس، ما بينهم ايه؟ ما بينهم سوري ملتبلاي او ديفايد؟ لا ما بينهم بلس، يبقى كل واحده تحل لوحدها. نيجاتيف 3 باور 3 على الكالكوليتر تطلع نيجاتيف 27 بلس، نيجاتيف 3 باور 2 تطلع ايه؟ 9. فلما نعملهم يطلع الحل نيجاتيف 18، يطلع الحل ايه؟ نيجاتيف 18 اهي. تمام؟ هي معايا فاهمين لحد كده؟ يا ريت تكتبوا لي في الشات. الحمد لله الموضوع بسيط جدا، واصل لكم؟ نكتب تمام، نكتب اوكي، نكتب اي حاجه كده حسسوني. الحمد لله يا رب، الحمد لله. هل في مشكله في ريبيتد مالتيبليكيشن؟ يلا يا شطار. هنا 3 باور 2 بلس 3 باور 2 بلس 3 باور 2، هنا ما بينهم ايه؟ بلس، يبقى ولا ملتبلاي ولا ديفايد، ولا ملتبلاي ولا ديفايد، ما بينهم برضو بلس، يبقى كل واحده تتعمل لوحدها. 3 باور 2 لوحدها على الكالكوليتر بايه؟ ب 9. طيب و 3 باور 2 على الكالكوليتر بايه؟ ب 9 بلس. 3 باور 2 هنا بايه؟ ب 9. حلوه قوي. ادوني الثلاثه ايه وركزوا لي في المساله دي، ادوني 27. ابتدي اشوف بقى مين في دول اللي هم بقى دي ولا دي ولا دي ولا دي بتديني 27، هتطلع مين؟ تطلع 3 باور 3، لان 3 باي 3 باي 3 برضو تديني 27. فهمنا حلناها ازاي؟ ان انا الاول جبت الحل بتاعها، ف 3 باور 2 طلعت ب 9 بلس 9. لا يا علي عبد الرحمن مش 33، انت بتقول قصدك 3 باور 3، اوكي. 3 باور 2 ب 9 بلس 3 باور 2 ب 9 بلس 3 باور 2 ب 9 طلع الانسر ب 27. طب مين في اللي تشوز اللي ب 27 لما اجربهم على الكالكوليتر؟ هتطلع دي، لان 3 باور 3 برضه بتديني ايه؟ 27. تمام. يبقى انا الريبيتد ملتبليكيشن اسهل حاجه فيه، تعالوا نعمل ريفيجن سريع. الريبيتد ملتبليكيشن هو ان احنا بدل ما نعمل ملتبلاي النمبر نفسه كذا مره، لا احنا بنستخدم الباور. طب في تو كيسز، ايه التو كيسز دول؟ ان انا يكون عندي نفس النمبرز باور مختلفه ما بينهم ملتبلاي، لو ما بينهم ملتبلاي نعمل الباور ايه؟ بلس. طب لو ما بينهم ديفايد نعمل الباور ايه؟ ماينس. طب لو ما بينهم بلس او ماينس، لا نحل كل واحده لوحدها لو سمحتوا، don't forget. ويا ريت بعد ما نخلص نطبق بقى احنا نذاكر. يلا نشوف اللي بعدها. يلا حلوه قوي. ها ما بينهم هنا ايه يا شباب؟ بلس. هل هنطبق اي كيس؟ لا مش هنطبق اي كيس، هنحل كل واحده لوحدها. نيجاتيف 5 باور 2 بكام؟ ب 25 بلس 5 تديني ايه؟ 30. اكسلنت يا علي، علي النهارده ما شاء الله عليه معايا. تمام اكسلنت، حلوة قوي. طب يلا نشوف اللي بعدها، مهمة جدا، شطورة ملك. عندي هنا ايه؟ عندي هنا بلس برضو. نيجاتيف 1 باور 100 لما اكتبها على الكالكوليتر هتطلع 1 بلس، نيجاتيف 1 باور 101 هتطلع نيجاتيف 1. 1 بلس نيجاتيف 1 بيديني ايه؟ بيديني 0. بيديني ايه؟ زيرو. يبقى الحل هيطلع زيرو. يبقى انا حليت الاولانيه لوحدها على الكالكوليتر طلعت 1، وحليت الثانيه على الكالكوليتر اللي هي بالباور طلعت نيجاتيف 1. 1 بلس نيجاتيف 1 يديني في الاخر ايه؟ زيرو. تمام جدا. يلا نحل اللي بعدها، مهمه جدا. هنحل دي الاول لوحدها، هي دي مش ديفايد 7 باور 5 ديفايد 7 باور 4، هما الاثنين ديفايد، يبقى نعمل الباور ايه الاول؟ نعمل الباور ماينس، هتبقى 5 ماينس 4 هتطلع ايه؟ هتطلع 7 باور 1
يعني ب7 صح كده؟ 7 بلس 1 كام يا جماعة؟ 8. 7 بلس 1 كام؟ 8. يبقى يطلع الحل ايه؟ 8. يبقى انا حليت الاولانية لوحدها، ان احنا ما دام عندنا ديفايد للسيم بيس بنعمل للباور ايه؟ ماينس، فطلع 7 باور 1 يعني 7. زودنا عليها ال 1 دي بقى، يعني الحل ده طلع ب 7 بلس 1 يطلع في الاخر ايه؟ 8. تمام، اكسلنت، اهي طلعت 8. تمام، يلا نشوف اللي بعده. يلا اللي بعده، يلا نحل الاولانيه، او بلاش نحل الاولانيه، تعالوا ركز معايا فيها، اسمعني كويس قوي. بيقول لي نيجاتيف 2 باور 20، هو مش الباور ده يا شباب، ال 20 دي ايفن، يبقى هتشيل النيجاتيف، يبقى اكنها 2 باور 20، اكنها ايه؟ 2 باور 20. طب وهنا عندي 2 باور 15، مش كده هم عندهم نفس البيز؟ يبقى الحل هيبقى ايه؟ 2. وما بين ما دام ما بينهم، لا 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 يا عبد يا علي، مش باور 35، الديفايد بنعمل ماينس للباور مش بنعمل بلس للباور، هتبقى 20 ماينس 15، هتبقى 20 ماينس 15. تبقى 20 ماينس 15 ماينس 15 هتبقى 2 باور 5، هتبقى ايه؟ 2 باور ايه؟ 2 باور 5. عشان ايه؟ عشان هم بقى عندهم نفس البيز. ليه؟ عشان انا قلت ان احنا لو عندنا نيجاتيف نمبر، لو الباور بتاعه ايفن يشيل الايه؟ يشيل النيجاتيف، هي ايه اللي ب 32؟ 2 باور 5 يعني؟ يلا نشوف اللي بعدها، نفس الكلام. عندي هنا ديفايد، يبقى اعمل الباور ايه؟ ماينس، تبقى 8 ماينس 4 تبقى هتساوي 2 باور 4. يعني 2 باور 4 اللي هي بكام؟ تبقى ب 16. طب مين في دول بيدوني ال 16؟ طبعا دي، لان انا لو زودت هنا 1 هتبقى 1 بلس 3 4، يبقى برضو تطلع 2 باور 4. يبقى مين اللي زيها؟ دي، يبقى ده الحل. مش دي طلعت 2 باور 4؟ مين زيها 2 باور 4؟ هي دي اهي، طلعت زيها بالظبط. تمام، فهمناها. يبقى انا الاول بحل واشوف مين اللي بتساويها بالظبط، مين الايكوال ليها. اللي بعدها يا شباب بيقول لي ايه؟ لو 3 باور 5، لو 3 باور 5 ديفايد 3 باور 8 اداني 3 باور 0، يا ترى ال 5 ما دام ده ديفايد مش بنعمل ماينس للباور، 5 ماينس كام يديني 0؟ 5 ماينس 5، 5 ماينس ايه؟ 5. يبقى مكان الاي دي نحط مين؟ نحط 5. ايوه، يبقى الايه مكانها ايه؟ مكانها 5. يا ميس ايه؟ ميس هو 2 باور 5 زي 5 باور 2؟ لا طبعا يا حبيبي، دي حاجه ودي حاجه، ازاي انت شايفهم ملتبلاي؟ ده درس جديد. باور ازاي 2 باور، اكتب ال 2 باور 5 لوحدها تطلع بنمبر على الكالكوليتر، وال 5 باور 2 بنمبر تاني. يا بابا ما تدخلش الدنيا ببعضها يا احمد يا هاني، بلاش فزلكه. طب هديكوا كام مسألة هنا وتوروني هتعملوا ايه. يلا يلا مين، ونشوف مين الشاطر اللي هيحل. بصوا تعالوا، يلا 4 باور 2 ملتبلاي 4 باور 7. يلا الحل بتاعها هيبقى ايه يا شطار؟ 4 باور 2 ملتبلاي 4 باور 7. قلت لما بينهم ملتبلاي نعمل ايه للباور؟ يلا بسرعه، عايزه اجابات. ها 4 باور 2 ملتبلاي 4 باور 7، يلا هنعمل ايه؟ اكسلنت مريم احمد، اكسلنت. 4 باور 9 هي مريم عملت ايه؟ عملت ال 2 بلس ال 7، طلع الحل ايه؟ 4 باور 9. اكسلنت اكسلنت، كلكم اكسلنت بصراحه. نعمل واحده كمان، قولوا اه ولا لا. يلا يا شطار قولوا اه ولا لا. يس اه شطار، احب كده الناس المصحصحه. تعالوا نشوف دي، 7
power 12 divided ها 7 power 2 يلا مين الشاطر اللي يقول لي 7 power 12 divided 7 power 2 اكسلان 7 power 10 فاطمه جوهري شطوره ما دام في ديفايد ما بينهم يبقى نعمل ماينس للباور هتبقى 12 ماينس 2 هتديني 7 باور 10 شطار اكسلنت جدعان الحمد لله كده احنا فهمنا الدرس ناخد اخر مساله ونشوف شطار كلكم اياد وملك نزيه ولوجين محمود وناس كان قبليهم بصراحه كلكم شطار يلا نكتب اخر مساله بقى ونشوف جمالكم 4 باور 2 بلس 4 باورز باور 3 بلس 4 باور 2 تاني قولوا لي بقى هنعمل ايه هو اللي ما بينهم ايه اللي ما بينهم بلس ينفع نعمل بلس الباور لا طبعا اللي ما بينهم بلس ما ينفعش فهنحل دي لوحدها 4 باور 2 تبقى 16 بلس شطوره اكسلنت يا ملك 4 باور 3 يلا نشوفها على الكالكوليتر يعني اعملها كلها على الكالكوليتر بقى يلا كلها هتطلع كام 96 اكسلنت شطار حبايبي يبقى احنا النهارده اخدنا ال repeated multiplication حد عنده أي سؤال؟ احنا كده خلاص excellent شطار جدا كلكم تمام اوكي thank you for listening study hard بقى عشان next Tuesday ناخد new lesson او ممكن مسألة أخيرة حبيتوا مسألة الباور ها شطار والله خلاص الحصه الجايه الزوم ان شاء الله نعمل اسئله ايه رايكم لما نبتدي باسئله عن الريبيتد مالتيبليكيشن المره الجايه تبقوا محضرين بقى اوكي ثانك يو حبايبي ثانك يو فور لسننج باي باي